عاجل، مصر تمتلك السلاح الأقوى من نوعه في العالم. ننشر التفاصيل. وفي خبر عاجل لكل المصريين، موعد تشغيل البرنامج النووي المصري. ننشر التفاصيل. والرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وفي مفاجأة كبرى، تفاصيل النطق بالحكم على مرتكب جريمة الإسماعيلية. وعاجل، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يصدر تحذيرا حادا للموظفين. وحقيقة الحجز على ممتلكات حارس منتخب مصر الشناوي. ننشر أيضا التفاصيل في الفيديو. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم ان شاء الله عشان تجيلك اهم الاخبار. واضغط ايضا على زرار اعجبني او اللايك عشان توصلك الفيديوهات والاخبار اولا باول. عاوزين نوصل ليه 1000 اعجبني او لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الاخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل اكتر من 1000 تعليق بكتب فيهم تحيا مصر وانتو وطنيين وقدها. ونبدأ مع بعض في تفاصيل اول خبر معانا. وعاجل، مصر تمتلك السلاح الاقوى من نوعه في العالم. وتحدثت مصادر مختلفة عن امتلاك مصر رادار ريزونانس ني الروسي، الذي يتميز بدقته واتساع رقعة رصده، بالإضافة إلى رادار بروتوفينج جي 3D. والتقطت بعض الصور الفضائية التي رصدت وجود الرادار بالقرب من أحد السواحل المصرية، وذلك العام قبل الماضي خلال أحد التدريبات العسكرية. وتسمى محطة الرادار ريزونانس ني، وتعمل ضمن الرادارات المترية ميتريك ويف باند، ويعتمد مبدأ عملها على انعكاس موجات الرادار على طبقة اليونيسفير في الغلاف الجوي، ما يزيد من حدة فعاليتها على الأسطح العاكسة. وهذا ما يمكن من إلغاء تقنية التقليل من شبحية الأجسام الطائرة، كما يمكنها من كشف الأهداف من مسافات بعيدة جدا، بخلاف الرادارات الأخرى التي تنتشر موجاتها في خط مستقيم، مما يجعل مداها قصيرا. ويسمح الرادار بالكشف عن الأهداف الجوية المختلفة والتعرف عليها من مسافات طويلة، وقادر على اكتشاف هدف جوي مثل مقاتلة على ارتفاع يصل ل 10,000 متر على مسافة 350 كيلو متر. ويمكن لهذه المنظومة الرادارية تتبع ما يصل إلى 500 هدف في وقت واحد، بما في ذلك الأهداف التي تستخدم التخفي، بالإضافة إلى الكشف عن صواريخ كروز المجنحة. ويمكن وجود الرادار مصر من الكشف عن التحركات في نطاق يشمل أجزاء من المملكة العربية السعودية، ويغطي الأردن ولبنان وسوريا وجنوب تركيا وجزءا من أراضي ليبيا ودول أخرى في المنطقة. من جانبها، أعلنت شركة روس هوبرون إكسبورت عن خططها لتصدير الرادار الحديث 59H6TE، القادر على تتبع الأهداف التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. أكد الخبير العسكري الروسي يوري كونتوف في تصريحات لآرتي أن هذا الرادار قادر على تتبع الأهداف التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، سيكون مطلوبا بشكل كبير في السوق، حيث تحتاج الدول إلى التفكير الآن في كيفية الدفاع عن نفسها. وقال الخبير أن هذا الرادار هيكون مطلوب جدا بين عملاء روسيا التقليديين. عندهم مثلا العملاء التقليديين من الدول العربية، عندهم مصر والجزائر، سيكون فعالا بشكل كبير بدمجه مع أنظمة الدفاع الجوي الروسية في هذه البلدان. وبين المشترين المحتملين للرادار الروسي، الخبير بالدرجة الأولى أعلن أن الهند والصين وفيتنام والفلبين وماليزيا وإيران ومصر والجزائر هيكونوا من أول المشترين لهذه المنظومة. وزي ما قلت لحضراتكم ان الرادار قادر على تتبع 500 هدف، طبعا ده رقم كبير جدا، والتعرف على 8 اصناف رئيسية للاهداف الجوية، وفرز الصواريخ المضادة للرادار، كما باستطاعته انذار افراد الطاقم بخطورة الاصابة، ويرشدهم الى الاهداف المعادية الاسرع والاخطر والاقرب الى نطاق الدفاع، كما يضمن قياس المسافات وارتفاع الهدف الجوي المحلق بسرعة حتى 8000 كيلو متر في الساعة، في ارتفاع حتى 200 كيلو متر، ومسافة حتى 450 كيلو متر. المصدر معانا كان من أرتي وبعض وسائل إعلام روسيا. أترك لحضراتكم التعليق
على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وفي خبر عاجل لكل المصريين، موعد تشغيل البرنامج النووي المصري. ورئيس هيئة المحطات النووية في مصر أمجد الوكيل قال إنه سيتم تشغيل محطة الضبعة النووية بكامل قدرتها اللي هي كام؟ 4800 ميجا وات عام 2030. الوكيل أضاف في تصريحات لصحيفة اليوم السابع وقال إنه هيتم تشغيل المفاعل النووي الأول بقدرة 1200 ميجا وات لتوليد الكهرباء وفقا للجدول الزمني للمشروع تجاريا في 2020، لافتا إلى أنه سيتم تشغيل باقي المفاعلات تباعا ليتم تشغيلها بكامل قدرتها في سنة 2030. أشار رئيس هيئة المحطات النووية إلى أن الهيئة ملتزمة بالجدول الزمني لتنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات بالضبع النووية بالتعاون مع شركة روس أتوم الروسية المسؤولة عن إنشاء المحطة، لافتا إلى أن جميع العاملين بالمشروع يسيرون على قدم وساق للانتهاء من المحطة في موعدها المحدد. وقال وأكد أنه هيتم تنفيذ المفاعلات الأربعة بالمحطة النووية بالضبع من نوع مفاعلات VVER 1200 من الجيل الثالث بلس. خلي بالكم الجيل الثالث بلس ده يعني من أحدث أنواع المفاعلات النووية في العالم في الوقت الحالي، مجهزة بأحدث أنظمة السلامة. وضح أنه تمت إضافة معايير سلامة إضافية بحيث تكون لها قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة، فيمكنها أن تتصدى لاصطدام طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 متر في الثانية. طبعا ده شيء خطير ومهم جدا أن مصر تمتلك مثل هذا النوع من محطات المفاعل النووي، ده شيء في منتهى الأهمية. تمتاز أيضا هذه النوعية من المفاعلات النووية بالتشغيل الآمن دون أي تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة، يعني هذه المفاعلات النووية محافظة تماما على البيئة، يعني غير ملوثة للبيئة. كما تضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعي عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، وتحتوي على نظام التحكم الآلي الحديث. المصدر معانا كان من اليوم السابع. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. بإذن الله عام 2030 هيكون معانا إن شاء الله 4800 ميجا وات مولدين من المحطات النووية بالضبع. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. نروح لخبر آخر، وزي ما عرفنا أو هنعرف مع بعض دلوقتي إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يعني انتهت فترة يعني حكمها لألمانيا، والرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل شخصية عظيمة ذات نمط قيادي فريد. وفي تغريدة له على حسابه الرسمي في موقع تويتر، الرئيس السيسي قال: تشرفت بالعمل المشترك والتعاون المثمر والتشاور المنتظم البناء طوال 7 سنوات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وقال: تلك الشخصية العظيمة ذات النمط القيادي الفريد الذي يجمع بين الحكمة والقوة أنجزت طوال مسيرتها السياسية البراقة الكثير تجاه وطنها وشعبها وأوروبا والعالم. وتابع: لن تنسى مصر حكومة وشعبا ما قامت به المستشارة أنجيلا ميركل لصالح العلاقات المصرية الألمانية ودورها في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين. الرئيس السيسي ختم بالقول: إنني إذ أعبر عن خالص التقدير لشخصها، أتمنى لها الصحة والسعادة في حياتها الجديدة. المصدر معنا كان من آرتي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. نتمنى إن شاء الله إن الشخص اللي جاي بعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يكون يعني إلى حد ما على نفس خطى أنجيلا ميركل بخصوص يعني العلاقات المصرية الألمانية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وفي مفاجأة كبرى، تفاصيل نطق بالحكم على مرتكب جريمة الإسماعيلية. هذا الخبر في منتهى الأهمية ويعني ريح قلوب معظم المصريين. وأصدرت محكمة الجنايات الإسماعيلية في مصر حكمها على سفاح الإسماعيلية بإحالة أوراقه لمفتي الجمهورية
تمهيدا لإعدامه. أصدرت المحكمة حكمها في ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحا عمدا. وأصدرت المحكمة حكمها في ثالث جلسات محاكمة، وكانت محكمة الجنايات الإسماعيلية نظرت يوم الاثنين الماضي ثاني جلسات محاكمة المتهم والشروع فيما حدث، وحجزت المحكمة جلسة محاكمة المتهم إلى يوم الخميس للنطق بالحكم في القضية. استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة ومرافعة المجني عليه وشهادة شهود العيان، وأمر القاضي بإخراج المتهم من قفص الاتهام. وسألوا القاضي عن ارتكاب الواقعة لكنه أنكر قائلا ما حصلش. واستمعت هيئة محكمة الجنايات الإسماعيلية أول لأقوال ممثل النيابة العامة في القضية المستشار مصطفى أحمد ذكرى، والذي طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم. المصدر معانا كان من اليوم السابع، واليوم المحكمة المصرية محكمة الجنايات الإسماعيلية نطقت بالحكم، نطقت بالعدل، وهي بإحالة أوراقه لمفتي الجمهورية تمهيدا لإعدام. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر في التعليقات أسفل الفيديو. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يصدر تحذيرا حادا للموظفين. أعلن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في مصر عمرو عثمان أنه بداية من 15 ديسمبر الحالي سيتم فصل أي موظف من عمله يثبت تعاطيه المخدرات ما لم يتقدم من نفسه للعلاج قبل هذا الموعد. عثمان أضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية صدى البلد أنه سيتم تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات على الجهات الحكومية وهيئات النفع العام. أشار إلى أنه حتى الآن تم الكشف على 100,000 سائق على الطرق على مستوى المحافظات. عثمان قال أن الدولة لن تقبل أنصاف الحلول في فصل أي موظف يتعاطى المخدرات. بداية من 15 ديسمبر سيتم فصل أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات ما لم يتقدم من نفسه للعلاج قبل هذا الموعد. لفت إلى أن هناك استجابة من الموظفين، حيث تقدم 9,000 موظف للعلاج من الإدمان. نوه بأنه ستكون هناك حملات تفتيشية مفاجئة على الموظفين للكشف عن متعاطي المخدرات. كشف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن أكثر مرحلة عمرية معرضة لخطر الإدمان هم الشباب من 15 ل 25 سنة. أشار إلى أن نسبة تعاطي المخدرات بين طلاب الثانوية 7%، وأن أكثر الفئات معرضة لتعاطي المخدرات فئة السائقين والحرفيين. وفجر مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مفاجأة أن الإدمان غير قاصر على الذكور فقط، وإنما طال الإناث، حيث استقبلت المراكز 6,000 مريضة إدمان خلال العام الحالي. طبعا 6,000 ده رقم كبير وضخم، إن يعني الإناث طالهم هذا المرض، يعني أطلق على إدمان المخدرات، هو مرض ومرض خبيث. أوضح أن أبرز مؤشرات الإدمان هي التغيرات السلوكية واضطرابات النوم وإهمال النظافة وإهمال الأصدقاء. أكد أن علاج الإدمان في العالم مكلف. إما مصر تقدم خدمات علاج الإدمان بالمجان في 28 مركزا لعلاج الإدمان على مستوى المحافظات. المصدر معانا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر أخير وحقيقة الحجز على ممتلكات حارس منتخب مصر الشناوي. ونفى محمد واصل محامي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم محمد الشناوي وجود أي حكم نهائي بالحجز على أي ممتلكات تخص موكله. محمد واصل قال في تصريحات لموقع مصراوي: الحكم الذي يتردد ليس نهائيا، وقمنا بإيداع المبلغ المستحق على الشناوي لدى المحكمة ونسير في كافة الإجراءات. وأضاف: نحترم أحكام القضاء ونثق بنزاهته ونسير طبقا لإجراءات، نحتفظ بحقوقنا في اتخاذ ما يلزم تجاه ما نتعرض له من تشهير. وأكد المحامي واصل أنه لا يوجد أي شيء يفيد بإثبات الحكم على أي ممتلكات تخص الشناوي، والقضية لا تزال متداولة. وكان وليد عبد الهادي وكيل أعمال الشناوي السابق كشف أنه حصل على حكم نهائي بعد الاستئناف بأحقيته في الحصول على 1,650,000 جنيه من الشناوي، وأنه سيتم الحجز على ممتلكات الحارس المصري بسبب هذا الحكم. ويتواجد الشناوي حاليا مع منتخب مصر في قطر، حيث يشارك الفراعنة في بطولة كأس العرب. المصدر معنا كان من مصراوي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا
الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا اي اي بي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.